نضع المقادير المذكورة بالتدريج، 3 بيضات، ربع كوب ماء، ورد وزعفران، كوب ونصف سكر، ملعقة صغيرة هيل وبوكينج بودر، 3 ملاعق دبس، كوبين طحين، كوب سميد، نصف كوب حليب. الحال قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصار. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا. والآن نضع بعض الزيت والسمسم في جهاز الكيك. والآن نضع الخليط في الجهاز. نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، وعليكم ألف عافية. كيف الحال؟